الله هشام محمود حسين، مواليد 1990 30/11، بدرس في كلية أصول الدين جامعة وادي النيل للدراسة الإسلامية، وبستخدم اسم حركي حاتم. سافرت مع والدي من وأنا صغير قطر، ووالدي بيعمل محاسب هناك. اتعرفت من فترة على مجموعة من الشباب القطري المعتنق للفكر الجهادي، وسافرت من خلالهم لسوريا وانضميت لحركة أحرار الشام، ورجعت مصر من فترة 3 شهور. تأثرت بجهاد في سوريا، فكان نفسي أسافر. بعد كده قابلت جاري عبد الله هشام، لما قابلته عرفت إن هو كان في سوريا ورجع، قعدنا نتكلم في الجهاد، وقلت له أنا عايز أسافر وكده. راح قال لي الأولى مش سوريا، الأولى دلوقتي مصر. اتعرفت على مجموعة من الشباب الجهادي، واتفقنا على تنفيذ عمليات ضد الشرطة والجيش. بدأ يديني كتب عن قتال الطائفة الممتنعة والجيش والشرطة وكده، وإن إيه قتالهم. وبعد كده طلب مني إن أشوف حتة أرض وأشوف ناس، وقال لي لو عوزنا أي حاجة، احتاجنا أي حاجة، سلاح أو أي حاجة عشان أرض وكده، الشيخ خالد غنيم يدعمنا كده وهو معانا. وبعديها رجعت لقطر علشان أوفر الدعم المالي للمجموعة، واتكلمت مع الشيخ وجدي غنيم وقلت له على الأهداف اللي احنا ناويين نعملها ونستخدمها ضد الجيش والشرطة، وشجعني واداني دعم مالي. واخدت من استاذ ايمن دعم 12,000 ريال، وهو بيعمل مدرس في الدوحة. وبعديها رجعت لمصر واشتريت سلاح آلي وطبنجة سي زد، وكنت بحاول اوفر لها كاتم، وفارس كان معاه سلاح آلي وعبوات متفجرة. ومن الضباط اللي احنا يعني جبناهم ورصدناهم وكده، كريم رشيد احمد اسمط ولواء في التجنيد، وثلاثة من شرطة في امبابة، واخر واحد ده واحد صاحبي ضابط. بدأت ارصده زي ما قال لي عبد الله عشان ننفذ معاه الاهداف اللي بدأنا رصدها. كان ضابط شرطة في منطقة عين شمس، وضابط شرطة في منطقة مصر الجديدة، وضابط جيش في منطقة التجنيد عند جيش السويس، وثلاث أمنا شرطة بيخدموا في النادي السويسري. وكنا عايزين نفجر النفق اللي بتعدي منه أوراق للأمن المركزي اللي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي المتجه لميدان الرمايه. اليوم اللي اتمسكت فيه كلمني في التليفون، قال لي انزل اشوف عشان ننفذ النهارده. وبعدها اتمسكت، وكانت الخطه ان احنا يعني الخطه تمشي ازاي عشان ننفذ معاه، ان مجدي هيسوق وعبد الله هيضرب، وانا هستنى في اخر الشارع بيودع صلاح سالم، ومن هناك محمد بحر ياخد الطمانجة ويمشي انا وهو، ومجدي عبد الله هيمشي فاضي. التنفيذ كان هيبقى مجدي عثمان هينفذ وانا بسوق، وعبد الله عيد كان هيركب معايا ويستلم الطمانجة السي زد من مجدي ويمشي بيها، واحنا كنا هنطلع من المنطقه. انا اسمي السيد احمد علي الشامي، مواليد 28/11/1974، ليا ورشه خراطه انتاج في مجمع مبارك في 6 أكتوبر ومقيم فيه. البداية كنا في اعتصام النهضة، تعرفت على بعض الإخوة، وبعد فرض النهضة ورابعة حصل ما بيننا تواصل، تواصلنا مع بعض، فكونا تشكيل يعني مجموعة جهادية. المجموعة الجهادية دي قسمناها لثلاث مجموعات عشان تبقى العمل منظم. المجموعه الاولى اللي هي مجموعه التنفيذ، دي كانت تخص خطاب وده اسم الحركه. مجموعه التصنيع اللي هي انا وصلنا على البدن ومحمود موزه، ده المسؤول عن التصنيع الالكترونيات وتصنيع الكتب. اما بالنسبه لمجموعه الرصد ففيها اشرف ادريس ووليد طه. شاركت في اعتصام النهضة
وبعد فترة اعتصام رابعة والنهضة بفترة انضميت لمجموعة جهادية بغرض تنفيذ هجمات ضد الشرطة، وكان مسؤول مجموعة خطاب أو ليه اسم تاني خالد مصطفى خالد عمر منتصر سيد الشام محمود موزة، وده اللي كان بيصنع المتفجرات. أشرف الأزاز وليه اسم تاني أبو خضرة أو هاني. سيد الشامي كان بيصنع العبوة، بيصنع هيكل العبوة كان بيحط فيها رمان بلي. وخطاب ومحمود موزة كان بيحطوا الحشوة المتفجرة في العبوة. وسيد الشامي توصل لتصنيع صواريخ وجربها في منطقة جبلية بعيدة كان عاوز يضرب بيها مسبيرو والنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي. وبالنسبة للصواريخ أنا كنت اشتريت 8 كيلو نفرات اللي هي المادة الدافعة، اشتريت 8 كيلو نفرات اللي هي عبارة عن المادة الدافعة، وجربت منها على منزل صغير كده في حتة جبلية كده في الرواش، جرب فيها المادة الدافعة. وكنت الصواريخ دي كنت عاملها أخشان أقدر أضرب بيها النايل سات في مدينة الإنتاج الإعلامي. أما بالنسبة لمجموعة الرصد ففيها أشرف إدريس ووليد طه. وليد طه وأشرف إدريس دول في مجموعة الرصد. إحنا رصدنا الأماكن اللي إحنا رصدناها قبل كده، في الأمن المركزي اللي نازل من المحور من نزلة شارع السودان وكان رايح ميدان لبنان. الأمن المركزي اللي ماشي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي ورايح يضرب مظاهرات الهرم. عربية الأمن المركزي اللي واقف عند مصطفى محمود. الأمن المركزي اللي بجوار اسم الطبيعي شارع الهرم. كنا راصدين أمن مركزي وكمان شرطة، وكنا راصدين مسبيرو واللي هو النايل سات في بالنسبة لمدينة الإنتاج الإعلامي. خطاب أو لي اسم تاني خالد ومصطفى وخالد وأشرف الأزاز اللي اسم تاني هاني أو أبو خضرة. يوم الجمعة من شهر حتى عبوة متفجرة في النفق في طريق اسكندرية الصحراوي بهدف ضرب الأمن المركزي اللي رايح يتصدى لمظاهرات الهرم. أما بالنسبة لموضوع التمويل فكان لجأنا إن إحنا رصدنا واحد محل جزارة في النزهة إن إحنا كنا هنستولي فيه على عربية نقل أموال للراجل ده. وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين اللي جاءنا ليها برضه تساعدنا في الدعم المادي عن طريق الدكتور محمد خيري والدكتور من الإخوان المسلمين ودي مزرعة المنصورية، وساعدنا إدانا عشان نعمل بعض الدوائر الإلكترونية، وساعدنا إدانا 12,000 جنيه. وبعدين هو طلب مننا برضه بعض الدوائر هو يشتغل فيها معرفته.